المدرب حيدر أبو عجة: المنتخب الوطني يحتاج إلى مدرب يجازف باختيارات اللاعبين ويمتلك قلب ميت. نتابع. لا عدنان الثلاني سأطلع لك 14 مدافعين يمين ويسار موجودين، موجودين مدافعين يمين مدافعين يسار، موجودين مهاجمين، يعني موجودين لاعبين جيدين بالدوري العراقي، بس الفرصة أو خوفة تعطاهم هاي الفرصة هي اللي قاعدة تبعد هذا اللاعبين على المنتخب العراقي. هذا لهم واحد قلبه ميت ما يخاف يجازف ويلعب مثل ما لعبوا الولد أبو النفط الجنوب، وصار حاليا هو أحسن لاعب المنتخب العراقي. أعطيه فرصة. أعتقد أن مدرب قلبه ميت. إيه لازم، لا أعتقد المدرب القلبه ميت ما يخاف يجازف هو اللي ينجح، بس إذا يبقى على اللاعبين اللي موجودين وخسارات هم نفسهم يلعب بهم ما أعتقد ينجح بهذا المدرب، ما ينجح بالمنتخب العراقي. لازم يغيرون المستقبل الكرة العراقية، لاعبين جدد هواي عندنا جيدين حتى يمشون بهاي اللعبتين. أعتقد اللعبتين مو كل الصعبة.